أعزائي الطلبة، المحاضرة هذا اليوم بعنوان جاوس جوردن إليمينيشن ميثود. ولحد كبير هذه المحاضرة تشبه المحاضرة السابقة التي أسميناها جاوس إليمينيشن ميثود. وأود التذكير بأن جاوس جوردن إليمينيشن ميثود هي عبارة عن طريقة تستخدم to solve a system of linear equation. لاحظ معي الآن جاوس جوردن إليمينيشن ميثود. It is a direct method to solve a system of linear equations. إذن هي طريقة مباشرة مثل طريقة جاوس تستخدم لحل نظام لمجموعة من المعادلات الخطية. إذن حتى هذه اللحظة نحن الآن أصبح لدينا ثلاث طرق وأسميناهم جميعهم direct methods to solve a system of linear equations. These methods are Grammer method. هذه كانت أول طريقة. The second method is a Gauss elimination method, and the third one is Gauss Jordan elimination method. طبعا الطريقة هاي اللي بنستخدمها اليوم نفس الفكرة، هي تعتمد على عملية تحويل الـ augmented matrix to reduced raw echelon form. إذا بنقرأ النقطة رقم 2، it based on converting the augmented matrix to reduced raw echelon form. هلا جاوس elimination بدون جوردن، جاوس elimination كنا بنعمل converting the augmented matrix لشيء يسمى raw echelon form اللي هي اختصرناها REF. أما اليوم نحن نحول إلى reduced raw echelon form اللي راح أسميه اختصارا RREF. هلا بعد شوي رايحين نشوف ما الفرق ما بين الرو ايشلون فورم اند ريديوست رو ايشلون فورم. تابع معي الان. لو افترضنا هذه هي الاجيومنتد ماتريكس ونريد ان نقوم بتحويلها الى الريديوست رو ايشلون فورم، فراح يكون شكلها كما يلي. العمود الأول، the first column اللي هو المتغير الأول، لازم يكون 1 0 0. أما العمود الثاني فلازم يكون 0 1 0. أما في العمود الثالث فلازم يكون 0 0 1. إذن هذا الشكل اللي أمامكم هو يسمى reduced raw echelon form. طبعا بقي علي اللي هي right hand side أو الفيكتور B، توضع دائما في على يمين ال vertical line. هلا في السلايد التالي رايحين نشوف الفرق ما بين طريقة جاوس وجاوس جوردن. لو افترضنا هذه الـ augmented matrix اللي أمامكم، والآن بدنا نستخدم طريقة جاوس فقط، أو نريد أن نستخدم طريقة جاوس جوردن. في طريقة جاوس لاحظ الآن الماتريكس اللي على اليسار، كنا احنا مهتمين انه نحول عناصر المين دايجونال القطر الرئيسي الى ونز، 1 1 1، والارقام اللي اسفل القطر الرئيسي يجب ان تكون زيروز. اما الارقام اللي اعلى المين دايجونال ما كناش مهتمين فيها لتكن اي ارقام، احنا كنا مهتمين فقط في الارقام اللي بتشكل مثلث اسفل القطر الرئيسي. أما باستخدام جاوس جوردن، هي تقريبا نسخة أخرى من الـ REF، فسيكون شكلها كما هو ظاهر أمامك أقصى اليمين.
يجب أن تكون نفس الكلام، العناصر القطر الرئيسي all of them are ones، جميعهم لازم يكونوا واحد. The elements or the values under the main diagonal must be zeros and the values or items above the main diagonal also must be zeros. هذا هو شكل ال R R E F. وانتبه في المستقبل إذا كان مطلوب منك أن تستخدم طريقة جاوس، فيجب أن تحول إلى هذا الشكل اللي هو سميناه Reduced Echelon Form. أما إذا كان مطلوب منك أن تحول إلى أو تستخدم الجاوس جوردن إليمينيشن، فيجب أن تحول إلى Reduced Row Echelon Form. طبعا أكيد الـ Number of Steps بالطريقة هاي رايح يكونوا أكثر من هذه الطريقة، لكن الفرق بينهما أنه في الطريقة الأولى هنا أنا راح أستخرج قيمة الزد مباشرة وبالدرجة أعوضها في المعادلة الأعلى عشان نطلع قيمة الواي، وبنرجع نعوض في المعادلة الأولى نعوض الزد والواي عشان نستخرج قيمة إكس، وهي اللي سميناها الباك substitution. لكن بطريقة جاوس جوردن لاحظ الشكل هون، راح تطلع قيمة زد مباشرة وقيمة واي مباشرة دون تعويض وقيمة اكس مباشرة دون تعويض. هذا هو الفرق الجوهري والرئيسي ما بين جاوس إليمينيشن ميثود وجاوس جوردن إليمينيشن ميثود. تابع معي عزيزي الطالب في الجزء التالي.